واحنا بنتكلم في ده زي ما حضراتكم طبعا عارفين، ده في اطار الحوار الوطني واللي بيستأنف جلساته، وكان في مناقشات على الحبس الاحتياطي، مناقشات على حريه تداول المعلومات، وزي ما حضراتكم شفتوا في هذا التقرير اللي كنا لسه بنعرضه، في مناقشات ايضا كثيره على ما يبدو في مساله قانون الاحزاب السياسيه. خلونا هنا بقى ناخد معانا على التليفون سياده النائب ايهاب الطماوي، وكيل لجنه الشؤون الدستوريه بمجلس النواب ومقرر لجنه الاحزاب السياسيه بالمحور السياسي بالحوار الوطني. اهلا اهلا اهلا. اهلا بيك يا سياده النائب وبالساده المشاهدين، اهلا وسهلا. ازاي الحال؟ كله تمام؟ تمام على جدا الحمد على لله. على ما يبدو سياده النائب انه هناك الكثير من الكلام حول اما تعديلات واسعه داخل قانون الاحزاب، او في راي بعض المتحدثين يمكن في تقريرنا زي النائب عمرو درويش قال ما اظنش ان احنا محتاجين تعديلات كبيره، وما اظنش ان احنا محتاجين تغييرات جذريه في القانون، لكن اكيد القانون يحتاج تعديل. ايه طبيعه المناقشات اللي ثارت النهارده، او ما هو المطلوب تعديله في القانون؟ يعني اقدر اقول لسيادتك ان بعد انتهاء المناقشات النهارده الرؤيه اصبحت واضحه تماما، الاتجاه واضح لاجراء تعديلات تشريعيه على قانون الاحزاب السياسيه القائم، ومواضع التعديل برضو اصبحت واضحه جدا. واضح ان هيبقى في تعديلات تتعلق ب السماح للأحزاب بتلقي تبرعات من الأشخاص الاعتبارية بشرط ألا تكون من شركات أجنبية أو أشخاص أجنبية أو متعددة الجنسيات. برضو من ضمن الأمور التي أصبحت واضحة في التعديل هو الإبقاء على لجنة شؤون الأحزاب بتشكيلها القضائي من شيوخ قضاة مصر برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، لكن مع زيادة فاعلية واختصاصات اللجنة بالإضافة إلى إنشاء أمانة فنية تهتم بالأمور اللوجستية تكون تابعة للجنة، مع توفير موازنة تخص هذه اللجنة حتى تتمكن من أداء عملها، بالإضافة إلى إمكانية تواصلها مع كافة الأجهزة التي تعمل على أرض مصر زي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أو الجهاز المركزي للمحاسبات وغيرها من الجهات التي تحتاج لجنة الأحزاب السياسية التواصل معها. أيضا بالنسبة لمسألة الاندماج أو الدمج تمت المناقشات بوضوح، وأصبح واضحا أنه حتى لو كان القانون القائم يسمح بالاندماج الاختياري وان الدمج القانوني او الدمج الاجباري لا يجوز لوجود شبهات عدم دستوريه تتعلق به، لان الاحزاب لا يجوز حلها الا بحكم قضائي طبقا للماده 74 من الدستور، لكن البعض نادى بادخال تعديلات على القانون القائم تنظم كافه اليات الاندماج بين الاحزاب السياسيه. ايضا من المواضع التي حدث توافق حولها هو زيادة عدد المؤسسين للحزب السياسي من 5000 لأكثر من 5000، لكن هناك رأيان، رأي يقول نسبة من عدد الناخبين خاصة في ظل الزيادة السكانية، مصر تخطت 105 مليون وقاعدة الناخبين تخطت 70 مليون، وبالتالي ما احتاجش لتعديلات كبيرة بعد كده في القانون كلما زادت أعداد السكان والناخبين. من ضمن المسائل التي أثيرت وحسمت مسألة الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، الجميع أيقن أن هناك ضرورة لاتباع إجراءات الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب السياسية عن طريق تعديل يعني اللوائح الداخلية للأحزاب، ولا يوجد ما يمنع من الإشارة بإلزام الأحزاب أن تنظم هذه الآليات داخل لوائحها الداخلية عن طريق الإشارة في قانون الأحزاب السياسية. يتبقى فقط هو أن اللجنة ممكن تعقد جلسة أو اثنين لصياغة التوصيات النهائية لرفعها لمجلس الأمناء تمهيدا لرفعها للسيد الرئيس. طب سيادة النائب، مسألة الدمج بتشوفها إزاي؟ يعني
أنا الحقيقة بسمع عن قصة دمج الأحزاب دي تقريبا من سنة 2012، وتجارب الدمج كلها الحقيقة لم يعني تصل بينا إلى أي شيء. كان في محاولات للدمج مع أكتر من حزب، حزبين مع بعض، ثلاث أحزاب مع بعض، وفي الآخر خلص أصفرت النتائج إلى أنه أصبحت هناك شخصيات موجودة داخل الحزب الفلاني والباقيين تشرذموا وتفرقوا في أحزاب أخرى. تعتقد أنه هو في أصلا شيء ما يدفع إلى هذا الدمج، أو شيء يدفع إلى فشل هذه المحاولات؟ يعني المسألة دي مسألة مهمة، هي تتعلق بحاجتين. الحاجة الأولانية تتعلق بوجود نصوص قانونية تنظم الاندماج، والقانون القائم لم يمنع الاندماج الاختياري، يعني بقرارات من الجمعيات العمومية للأحزاب. وعندنا مثال واضح هو اندماج حزب المصريين الأحرار مع حزب الجبهة الديمقراطية، وأصبحوا حزب واحد هو حزب المصريين الأحرار. لكن ما ننكرش ان في صعوبات عمليه على ارض الواقع لا تتعلق بالنصوص القانونيه، صعوبات في التطبيق. سيادتك عايز تبقى رئيس حزب وانا عايز ابقى رئيس حزب، القيادات في الحزب بتاع سيادتك او الحزب بتاعي عايزين يبقوا قيادات مميزه داخل الحزب الجديد بعد الاندماج. البعض يلقى مكانا والبعض لا، بتبقى في صعوبات عملية لا ننكرها. لكن وجود عدد يصل أكثر من 100 حزب سياسي على الأرض، سواء أحزاب وضعها مقنن حوالي 87 حزب، أو أحزاب تحت التأسيس، أو أحزاب مجمدة بسبب وجود نزاع على منصب الممثل القانوني اللي هو منصب رئيس الحزب، لكن يبقى أن إتاحة الفرصة عند التوافق بين حزبين او اكثر الى ان يندمجوا مع بعض امر محمود، مش مرفوض. الامر اللي مش مطروح هو الدمج بقوه القانون او الدمج الاجباري. ده هيبقى فيه شبهات بعدم الدستوريه، وبالتالي تقريبا حصل توافق على ان الدمج او الاندماج المسموح به باعتباره عمل ارادي او اختياري هو الاندماج الذي يتم باراده الجمعيات العموميه للاحزاب، يعني يتخذوا قرارا من جمعياتهم العموميه بالاندماج. طب هو مش مطروح فكره الدمج القانوني او الاجباري، هو فقط المطروح هو الدمج الاختياري، وهو منظم في القانون الحالي عن طريق قرارات الجمعيه العموميه، لكن لا يوجد ما يمنع من ادخال تفصيلات اكثر حول اجراءات الاندماج. هو مش مفترض انه علشان اعمل دمج ما بين احزاب، حزب او اتنين او تلاتة او اكتر، انهم يكونوا عندهم اتفاق ايديولوجي مبدئي؟ ده مفترض، هذا امر بديهي وطبيعي. يعني الاحزاب، طب احنا نص الاحزاب اللي عندنا في مصر اصلا ما فيهاش ايديولوجي، لكن ما ننكرش ان جوه اليسار في اقصى اليسار، وجوه اليمين في اقصى اليمين. يا ريت، وحتى في الاحزاب صدقني يا ريت يوجد تنوع. ده احنا عندنا في احزاب في صعوبات عمليه في اتخاذ قرار. احنا عندنا في بعض الاحزاب دمج اختياري، عندنا في بعض الاحزاب اليساريه يا ايهاب بيه هتلاقي فيه رجال اعمال راس ماليه متوحشه، فانا ما بقدرش افهم يعني ايه حزب شيوعي وجواه راس ماليين متوحشين. يعني بالنسبه لي شيء مش مفهوم. يعني مصر بتزداد نضجا تفتكر؟ يعني انا افتكر حاجه مقتنع بها جدا، ان احنا بعد ثوره 30 يونيو وبعد ان تحقق الامن، تحقق الاستقرار، تحقق السلام، استقرت مؤسسات الدوله، زادت انتاجيتها، وبالتالي الاحزاب نفس الفكره. بمرور الوقت بتنضج التجربه الحزبيه، بنبدا نتقبل الراي والراي الاخر، ممكن نوصل لمرحله ثقافتنا الحزبيه تتغير، لمرحله تقديم المصلحه العامه على المصالح الفرديه، وبالتالي نشوف حالات اكثر من الاندماجات اللي تكون ناجحه على ارض الواقع. طب هذا ما نتمناه في الفترة القادمة إن شاء الله. ده هيخليني أروح لحتة تانية، معلش أنا آسف مطول عليك، بس أنا أعتقد أنه لجنتكم واحدة من اللجان المهمة جدا 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 في حياتنا، يعني بتكلم بجد. ما هو أنا لازلنا عندنا في مصر تصورات غريبة جدا، مسألة أنه الحزب قوته بعدد أعضائه المقيدين فيه، وأنت راجل قديم وعارف مفيش حاجة اسمها كده.
الحزب قوته بقدرته على التواجد والتأثير. مش كل ناخبي الحزب الجمهوري في أمريكا مقيدين عند الحزب الجمهوري، مش كل ناخبي الحزب الديمقراطي مقيدين عند الحزب الديمقراطي، دول اسمهم مؤيدين للديمقراطي فبيروحوا ينتخبوه، مؤيدين للجمهوري فبيروحوا، نفس القصة عمال ومحافظين إلخ إلخ. احنا عندنا في تصورات شديدة الغرابة بتحسسني وكأنه الحياة الحزبية في مصر وليدة 10 سنين فاتوا مش وليدة 120 سنة فاتوا. يعني كلام سيادتك مظبوط بنسبة 100%، يعني ما اقدرش اقول غير كده. كل اللي نقدر نقوله اني لما بنعدل قانون، قانون عبارة عن قواعد عامة مجردة يتوضع عشان ينظم الأمور، ويبقى التطبيق على أرض الواقع مرتبط بالمخاطبين بالقاعدة القانونية. المخاطبين صحيح. بالقاعدة القانونية هنا هم المواطنين الراغبين في تأسيس أحزاب، أو هم موجودين في أحزاب، أو مستقلين عايزين ينضموا لأحزاب. وبالتالي من أهم أدوار الأحزاب السياسية التثقيف والتدريب، تجهيز كوادر. كل ما نثقف ونزود كوادرنا بالمعلومات الكافية هنقدر نتحرك خطوة لقدام. أعتقد أن الفترة القادمة بعد حالة التنوع في الأفكار والرؤى، في ظني أن هناك سيكون حركة أفضل خلال الفترة القادمة بإذن الله. يا رب يا كل مؤسس. الأحوال يعني أنا بطبيعتي متفائل، ولكن حابب أن أستفيد بوجودي مع سيادتك أربوك. وأكرر اللي أنا قلته في بداية الجلسة، أنه لم يتم إقصاء لرأي أو فكر أو طرح من كافة الاتجاهات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، بالإضافة للخبراء والمتخصصين. طالما كانت كل الأطروحات أو الأفكار دي تتوافق مع أحكام الدستور اللي أقره الشعب المصري وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، أعتقد إن إحنا خطينا خطوات كثيرة وكبيرة خلال الفترة الماضية. نتمنى إن هي تثمر على أرض الواقع خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله، خاصة أن الحوار الوطني عندما دعا إليه السيد الرئيس كان يستهدف مشاركة الجميع في الترسيخ لقواعد ودعائم الجمهورية الجديدة التي تعتمد على التعددية الحزبية والسياسية. بإذن الله. أنا بشكرك جدا جدا سيادة النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، ومقرر لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي بالحوار الوطني.